انخفاض البيتكوين إلى مناطق 40,000 تزامنا شباب مع تحذير بنك شهير من أكبر البنوك في أمريكا، هل مصادفة أم تلاعب؟ صديقي هالتطورات هي راح نناقشها بهذا الفيديو. شباب هي أرباحنا من قناة التليجرام، بتمنى منك صديقي تلقي نظرة على القناة لتشوف أرباحي بنفسك، ما تفوت على نفسك الفرصة وتنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتاخذ أهم الصفقات الناجحة. وإذا كنت عمال تسألني عن منصة بتدعم اللغة العربية وبتدعم جميع الجنسيات وما هي محظورة في أي بلد، أنا صديقي برشح لك منصة بيت جيت، سهلة التداول وما في أي تعقيد على التوثيق. صديقي البنك جي بي مورغان، صديقي رئيس التنفيذي للبنك الله يعطيه العافية، نصيحة شخصية: عدم التورط بالبيتكوين لأنها عملة تصلح لغسيل الأموال فقط. صديقي مع تصريح هذا البنك المشهور انخفضت عملة البيتكوين. للعلم صديقي هذا البنك يمتلك من عملة البيتكوين ومن أكبر المنافقين. صديقي السؤال أنك أنت بتمتلك العملة وعمال بتحذر منها، أكيد بيكون لك هدف منه. صديقي الحيتان دائما بيصطنعوا خبر للبيع. إذا بنشوف شباب بعد ما ضربنا قمة 49,000 بدأنا نشكل قمة أقل من قمة حتى تشكل عنا النموذج الرأس والكتفين السلبي. هذا النموذج لكسر مناطق 40,700 راح يكون في عنا نتيجة سلبية. طبعا صديقي بنتمنى الارتداد من منطقة 40,500، منطقة 40,500 عنيدة جدا، هالمنطقة جدا ضخمة وأثبتت جدارتها كمنطقة دعم وارتداد للبيتكوين. صديقي هل ممكن الآن تصمد وتكون منطقة دعم قوية؟ أما شباب إذا خسرنا مناطق 38,000 صديقي اخرج تماما من السوق، وطبعا بالنسبة للمضاربة وليس الاستثمار. بالنسبة شباب لصفقات الاستثمارية انت من المفترض تكون عامل خطة لتشتري وتعزز ممتلكاتك بكل منطقة دعم. صديقي طبعا في اشخاص بيكون فرصة لهم بهذا الهبوط ليحققوا بالاوقات القادمة ارباح ضخمة. واذا كنت وصلت معي لنهاية الفيديو واستفدت من هاي المعلومات، لا تنسى صديقي دعمك على قناة التليجرام وقناة اليوتيوب، ولا تنسى صديقي تفعل زر الجرس لينتشر هذا المحتوى لحتى الأشخاص يتفادوا من الخسارة ويستفادوا من هاي المعلومات.